مساحتنا الأخيرة ميسان دائما ما خصصها للفن والإبداع. هي الأعمال الفنية يلي دائما هي كانت رسومات أو منحوتات أو غيرها عم تعكس جوانب عديدة من الواقع الحياة، تتحدث أيضا عن كثير من المواضيع الإنسانية أو الاجتماعية. أكيد لحتى نحكي بالتفصيل أكثر عن هالموضوع والإضاءة على هذه التجارب معنا يولا مهنا، فنانة تشكيلية. صباح الخير يولا. صباح الخير، يسعد صباحك يا يسعد لا. صباحكم يا رب. يلا يعني بنلاقي كثير من الاشخاص عندهم موهبه الرسم او الموهبه الفنيه من هنا وصغار، هل تكفي هي الموهبه يمكن الفطريه انه لحتى الواحد يصير فنان تشكيلي، او هو بحاجه فعلا الى صقل هي الموهبه من خلال الدراسه؟ هلا الموهبه اكيد هي الاساس، بس لازم اكيد ننميها ونطورها عن طريق الدراسه. فالفنان الموهوب، الفنان الموهوب اكيد بيقدم لوحات كثير حلوه، بس بتكون فيها اخطاء بالنسب والتشريح. هي الفرق بين الفنان الموهوب بين الفنان الاكاديمي. تعاملك مع الاطفال كان له نكهه مميزه، خبرينا اكثر عن المتعه وشو الشيء اللي بيميز الطفل. دائما بنعرف انه عنده مواهب، يمكن عنده خيال، عنده ابداع، انت شو لمستي من خلال تعاملك مع الاطفال؟ هلا الطفل عقله صفحه بيضاء. طبعا الطفل اذا كان موهوب وعنده شغف وحب للشيء اللي عم اقدم له اياه انا، بيستجيب معي بكل اريحيه وسلاسه، خصوصا انه الاطفال هنن خيالهم واسع. واساسا انا يعني مرجعي الاول والاخير هنا للاطفال باختيار لوحاتي، باختيار الافكار. بيعطوكي افكار جديده ممكن ما تكوني خيالهم كثير واسع. كيف بتتعاملي معهم هلا ان كان بالتعليم؟ شو هي الطرق الخاصه اللي تكون متواجده فيها مع الاطفال؟ هلا لازم، هلا انا كاكاديميه بعطيهم اسس التشريح، بعلمهم البورتري، بعلمهم المودلز، ببلش معهم من الصفر. هلا الصعوبات اللي بواجهها انا بالتعامل احيانا مع الاطفال، احيانا في اطفال ما بيكون عندهم موهبه ابدا، فبيعطوهم اهاليهم كارتون ضايت وقت فينا نقول. هلا ممكن هنا ما بيكون عندهم موهبه، فاكيد ما راح يستجيبوا معي. هلا الفن ما هو بس رسم، الفن كمان رياضه، كمان موسيقى. ففينا اذا ما كان عنده موهبه بهيدا الشيء بيكون عنده مواهب بالرياضه او الموسيقى. هو رغبه يمكن بدها تكون موجوده عند الطفل، فرح بتطلع منه وبيحسس الاخرين انه هو عنده هي الرغبه بالتعلم وبانه يمسك يمكن القلم والريشه ويتعامل مع الالوان. صح. كمان اليوم اذا بدنا نقول عن هذا الوضع والشيء اللي شافوه يمكن الاطفال خلال سنوات الحرب، هو شيء خلينا نقول مؤلم للاطفال، انه يمكن يوعوا على صعوبات الحياه، على هذا الواقع، على كثير من الممارسات يمكن الارهابيه اللي للاسف كانوا الاولاد يمكن واعيين لها وعم بيشوفوها. لمستي هذا الشيء من خلال تعاملك مع الاطفال، ان كان التعب النفسي، ان كان الرغبه بتغيير الحياه والواقع؟ هلا اكيد. هلا الطفل نحن بما انه نحن عايشين بحرب، الطفل ما في يفرغ طاقته الا عن طريق الرسم او عن طريق الموهبه اللي هو بيحبها. تمام. فاكيد الرسم هو بيفرغ له هي الطاقه، اذا كانت فرح او حزن، او من مسكته للقلم ببين معك اذا هذا الطفل حزين او في شيء جواته كاسره او اي شيء. بيساعده هذا الفن انه هو يغير شوي من هذا الواقع؟ بتشوفي انه هو حسن نفسيته اذا فرغ هي الطاقه السلبيه كانت بالرسم او غيره؟ طبعا. طيب اقمتي عده معارض يولا، خبرينا عن معارضك اللي عم تشتغل، شو اكثر شيء خلال اللوحات؟ دائما باللوحات اللي بعملها بختار شيء مني، بختار شيء عن الطفولة، شيء عن الخير، عن السلام، إما عن طريق الفكرة اللي بكون مستخدمتها أو عن طريق الألوان. وأغلب الألوان اللي بختارها هي الألوان الباردة أو الألوان الحارة. هلأ المعارض اللي بدي شارك فيها قريبا بسبب الكورونا، هلأ بالوضع الحالي ما في فعاليات اني اقدر اني اشارك، بس قريبا رح اعمل معرض الي ولطلابي على السوشيال ميديا. فهيدا الشيء بضل عندهم، بضل عند الطفل دافع يضل متميز عن غيره من الاطفال. السوشيال ميديا كثير مهم فرح اليوم، عم نشوف فعلا يعني انه هو منبر للواحد يعرض موهبته او يعرض عمله. عم تركزي على السوشيال ميديا، بتدعمي كمان الاطفال يلي بتدربيهم على السوشيال ميديا؟ ايه طبعا. واساسا كمان انا بكل درس طلابي
بعمل لهم مثل ندوه، مثلا بنحكي عن فنان عن حياته، فكمان كل هالشغلات هن بصير بدوروا بالسوشيال ميديا عن الافكار هدول كرمال يبينوا لي انه هن مميزين عن غيرهم بهي الفكره او هيك او تمام. ابرز الصعوبات برايك اللي ممكن تواجه الفنان التشكيلي اليوم؟ مثل ما قلنا كورونا كانت سبب كثير كبير يمكن لايقاف المعارض لفتره ما، وان شاء الله بترجع كل الحركه الثقافيه بالقوه والزخم يلي كانت فيه، بس غير الصعوبات اللي بتحسي انت موجوده للفنان التشكيليين خاصه فئه الشباب. هلا الايام من فتره زمنيه بسيطه كان الفنان يقدر يرسم لوحه ولوحتين وثلاثه ويشارك بمعرض، فهيدا الشيء كان انه يقدم لحاله او المحيط اللي حواليه يقدم له دعم معنوي وبالاضافه لدعم مادي، فكمان انه الفنان كان يدخل الفن بالوسط العملي. اما هل نحن هلا الوضع الحالي اللي نحن عايشين فيه صار الفنان صعب عليه انه يقدم انه يستفيد يمكن ماديا بشكل عام من خلال ويقدر انه يكرس هيدا الشيء بمعارض نعم. شو هلا عم تفكري تعملي شيء مشروع غير مشروع موضوع السوشيال ميديا؟ هلا انا لي 4 سنين ببلش بمجال التاتو، فتحت لي شغلي الخاص، قريبا بعد التخرج بدي ادخل بمجال تصميم الازياء وبدي اعمل معارض خاصه فيني، معارض شخصي ان شاء الله. شكرا كثير لك يا الله، نتمنى لك كل التوفيق يا رب وتحققي كل شيء بتتمني بمجال الفن التشكيلي وكل المجالات اللي بتحبي تشتغلي فيها. شكرا لك. شكرا كثير لك. كل الشكر لك يا الله.